مشاهدينا، وفقرة مميزة جدا لكل الأشخاص الحابين ان يكون عندهم صحة، يكون عندهم رشاقة، في نفس الوقت كمان يفتتوا كل الدهون الموجودة في الجسم، يحرقوا السيلولايت ويشدوه تماما، وأيضا كمان يشدوا العضلات ويكونوها بشكل صحي على فترات متباعدة من الوقت. النهاردة انتم بتحصلوا على جهاز فليكس تشيكن فيت، وهو الجهاز اللي بيعتمد على التقنية الأولى والحديثة في العالم حاليا، بيتبعها كتير من الرياضيين وأيضا الأشخاص اللي هم عايزين يخسروا الوزن في الفترة الحالية، لأن هو ده الترند، هي دي موضة العصر عشان انتوا تخسروا وزن. في نفس الوقت كمان بتحصلوا على التمارين الرياضية بتعملوها بمنتهى الراحة والخصوصية في المنزل مع فليكس تشيكن فيت. هنتعرف على امتيازات أكتر وأكتر من خلال خبيرية الرياضة الموجودة معانا النهاردة ديانا، واللي بتحبه وبتعشق جهاز فليكس تشيكن فيت فعلا بكل أنواعه وأشكاله، ودايما بتهتم إن هي تكون معانا فقرة خاصة تتكلم عليه. بهتم فيه وبهتم إنه يكون دايما عندي بالبيت وأتمرن عليه. كيفك؟ الحمد لله تمام، وحشتينا. أنا أكتر عن جد، وإحنا مبسوطين النهاردة بنتكلم على فليكس تشيكن فيت. قد ايه جو الرياضه الحيويه اللي احنا بنحصل عليه والمميزات اللي مميزاته يعني. اول شيء دائما انا بحب اقول شغله كثير مهمه بهالجهاز، انه هو جهاز كامل متكامل عم يدرب لنا عضلات جسمنا كلها. مزبوط. من ناحيه انقباض وانبساط العضلات يلي هي تقريبا من 30 ل 40 اهتزازه بالثانيه الواحده، فتصوري هالاهتزاز شو عم يعمل، عم بيحرك لنا الدوره الدمويه، عم بيساعدنا لنحرق فات دهون، عم بيساعدنا لنشد جسمنا بطريقه اسرع بمقابل انك تتمرني 10 دقائق فقط باليوم. صحيح، تخيلوا 10 دقائق بس على جهاز فليكس تشيكن فيت من 3 لاربع اسابيع. تمام. هتشوفوا نتائج مذهله. حتى لو انتم مالكوش في الرياضه، ما بتتمرنوش وما بتعملوش اي انواع الرياضه، سهل جدا ان انتم دلوقتي تطلعوا على جهاز فليكس تشيكن فيت، وهو بيديكوا الفتنس، هو بيسرع كمان عمليه الحرق للدهون، وفي نفس الوقت برضه بتقدروا ان انتم تحسوا انه الجسم على طول بيتشد زي ما بنشوف فليكس تشيكن فيت، تفتيت وتنحيف الجسم في 10 دقائق، بيفتت كل الدهون وبيكسر الخلايا بتاعتها، ممرن متكامل للجسم، للايدين، للرجلين، للدراعات، للظهر، وحتى كمان بنشوف للساقين والافخاد والمناطق اللي فيها ترهلات كتيره، المؤخره، الافخاد، منطقه البطن. تمام. منطقه الاجناب والساقين بمنتهى السهوله بنقدر ان احنا نفتت فيها كل الدهون بتقنيه واحده. 10 دقائق يوميا على جهاز فليكس تشيكن فيت بيعادل ساعه كامله. ساعه بالضبط. وهي مثل بدي كمان اقول شغله، انه هو مفيد لكل الاعمار. صح. يعني لانه ما فيه، بيقلل الضغط على الركب. مزبوط. فبالتالي ما فيه اي مشاكل بالذات لكبار بالعمر، فما عندهم اي مشاكل، ما في اوجاع، ما في شيء، اهتزاز بسيط عم نحسه، بس هالاهتزاز عم بخلينا نخسر وزن. صحيح. نشد جسمنا. وعشر دقائق مثل ما قلتي بس بنهار لمده شهر، شوفي الفرق عن جد اللي حتقدري تحصلي عليه. مزبوط. من اول خمس دقائق او من اول دقيقه انتوا بتقفوا فيها على الجهاز على طول بتحسوا ان الجهاز بيتحرك شمالي ويمين. بالضبط. كل جسمك، كل فتكوته بجسمك عم تتحرك. لو احنا ممكن نسرع هنا وبحط طبعا الديفايس، بنشوف انه التقنيه اللي احنا بنتكلم عليها تاثيرها على الجسم. هذا اذا اعتبرنا هالماده اللي جوا عم تهتز جوا، هي نفس الفات او الدهون جوات جسمنا عم تهتز بهالطريقه، فهل اهتزاز هذا بهالطريقه هي عم بخلينا نخسر وزن، عم بخلينا الدهون تتفتت، الدوره الدمويه تتحرك، مجرد ما الدوره الدمويه سخن جسمنا رانيا، فمعناتها نحن بلشنا عم نحصل على النتيجه اللي بدنا اياها. يا جماعه شايفين الجسم كله بيتنفض من فوق لتحت، بيتهز كله، يعني كل فتفوته بالظبط موجوده عندكم، هتقدروا ان انتوا طبعا تتخلصوا منها. صح. وهي الفتفوته اللي بدنا نحن نخلص منها. الفتفوته دي ربح يعني، بس انه هالاشياء هي اللي عم اذا حط مثل ما قلنا وقت الاهتزاز، هي الشيء اللي حتتفتت جوات جسمنا بطريقه سهله بسيطه امنه على جسمنا، على كل عضله بجسمنا، من العضلات العلويه للعضلات السفليه. والحلو كمان انه الجهاز اللي موجود معاكم بمنتهى السهوله، زي ما بنشوف. طبعا. عندنا هنا طبعا البانل اللي موجوده دي علشان تسهل علينا طريقه الاستخدام، عندنا زرار الستوب وزرار الستارت هنا، وكمان عندنا التايمر لو احنا عايزين نتحكم في التوقيت، عندنا كمان 15 اكتر من 99 برنامج موجودين وسرعات مختلفه، سبيد هنا بطريقه سهله وسريعه نقدر ان احنا نتحكم فيها، او كمان لو انتم عايزين الاستخدام بيكون اسهل واحنا واقفين، لو عايزين تعلق او توطوا عندنا البروجرامز اللي موجوده هنا، وعندنا كمان الريموت كنترول، وده اللي بيسهل علينا طريقه الاستخدام، زرار الباور لو احنا عايزين نقفله، فكل حاجه سهله جدا في الجهاز. تعالي نتكلم على ثلاث مستويات، في 3 ليفلز احنا بنتكلم عليهم. طبعا. لكن في البدايه خليني افكركم انه بالنسبه ان هو جهاز زي ما قالت ديانا هو مناسب لكل العيله،
مناسب لكل العيله ولكل الاعمار ولكل الاعمار. عن جد هنا بنتكلم على الثلاث مستويات. اول حاجه في بهالجهاز الحلو فيه انه فيك تشتغلي فيه على ثلاث تمارين كثير بسيطه اللي هي المشي. انا عم بطلع 10 دقائق أوكي. عم بمشي يعني كاني عم بمشي. انت بالزبط. لازم تمشي تقريبا ساعه اللي هو تاخذي تاثير اللي انا عم باخده ب 10 دقائق بس على هالمشين. اوكي في عندنا المرحله الثانيه اللي هي الهروله. المستوى الثاني انت كمان بدك تهرولي برا شي ساعه تعملي ضغط على ركبك. انا هون ما عم بتاثر واقفه على المشين. الاهتزاز عم بيساعدني لاخسر وزن. والاهم والثالث اللي هي الجري. انا بكرهه في حياتي اني اطلع اجري. حد يطلع يجريني برا بالذات بالشوب الرطوبه او بغض النظر عن الاحوال اللي برا بنفس. انت هون ببيتك مرتاحه 10 دقائق عم تحصلي على النتيجه اللي انت عم تاخديها. بدك ساعه برا ونفس الوقت عم تضري ركبك صح بالتمرين. يعني شوفوا بنقدر ان احنا من خلال ثلاث مستويات نعمل المشي السريع وحتى كمان الجري بطريقه سهله وعمليه جدا من غير ما احنا نطلع نجري برا. يعني حتى كمان الجو لو حر او رطوبه تقدروا تعملوا نفس التمارين الرياضيه دي على جهاز فليكس شيك اند فيت بتقنيه الفايبريشن. ثلاث طبعا مستويات زي ما بنشوف. بمجرد ما احنا بنحط الرجلين على طبعا المناطق المختلفه. هنا المشي ابعد شويه بتكون المشي سريع وابعد خالص بيكون الجري. ودي الخاصيه الاكثر من رائعه اللي موجوده في الجهاز الى جانب خاصيه الفايبريشن تكنولوجي او تقنيه الاهتزاز الحلوه. هنا كمان بنشوف انه طبعا بالنسبه للعيله لما يكون عندي طفل وام وجده واخت يعني قد ايه بيكون حلو انه الجهاز بيكون استثمار بالنسبه لنا. بنجيب جيم في البيت. عندي ابني هنا على الجهاز حتى لو هو يعني مكسل وبيلعب بس انا متاكده انه هو بالظبط عم بيحرق عم بيتحرك جسمه يتحرك ريلاكسيشن كل الاعمار بكل الطرق. انا عايزه اقول لكم ان انا جدتي 83 سنه ما شاء الله بتحب ديلي كل يوم الصبح ان هي تقعد تحط مثلا رجليها على الجهاز 10 دقائق على فايبريشن بليت اللي هو فليكس تشيكن فيت وهي بتحس انها حركت رجليها. ليه؟ لانها حركت دوره دمويه تمام والام في المفاصل لكن على الجهاز فهو بيساعدها انها تعالج الموضوع ده وان هي تحرك الدوره الدمويه بشكل صحي من غير ما تعمل مجهود. واحنا اكيد بنحتاجها وبنحبها. جه معايا دلوقتي ان احنا نشوف ازاي هو ممرن متكامل للجسم. هنتكلم على التمارين واستخدام كمان الريزيستنت باندز اللي بتيجي مع الجهاز. انا معاكي انا بحب كتير. يلا هنا ده التمرين التقليدي العادي مجرد ما نحن ما وقفنا بهالطريقه هاي نحن عم ناخذ النتيجه اللي كنا عم نحكي عنها. الاهتزاز العضلات بقباض انبساط 30 40 هزه بالثانيه الواحده تمام عم نحصل على فائده كثير مهمه. بدنا نصعب الوضع وناخذ تاثير اكثر واعلى أوكي. فينا بطريقه بسيطه لنشتغل على العضلات الرجلين بطريقه اقوى أوكي. اللي هي نحن بنقدر نعمل تمرين السكوات اللي هو انا اذا بعمله 10 مرات على هال جهاز كاني عن جد بيعادل كانه عملتي تقريبا حوالي 100 مره على الطريقه العاديه وحلو. لانه انت هون بكل نزله وطلعه مع الاهتزاز اللي عم بيصير اللي عم نشوفه على عضلاتنا فنحن عم ناخذ عن جد بكل كل كل قرنه بجسمك عم تهتز بهالاهتزاز عم ناخذ على نتيجه كثير اقوى واسرع. والحلو كمان ان احنا مش بس بنعمل الاهتزاز احنا لما بنثبت فاحنا بنحاول انه الجهاز طول الوقت يعمل بالانس او توازن على تقنيه الفايبريشن وده اللي بيخلي ان الجسم بيعمل مجهود اربع مرات اكتر. عن طبعا الماشينز العاديه اللي بتكون في الجيم وده اللي بيخلينا ان احنا نحرق اسرع مع جهاز تمرينه سهل جدا في البيت وكمان بمنتهى الخصوصيه. 100% نخش على الريزيستنت كمان على الريزيستنت بانز الموجودين كمان ساعدونا انه مو بس نشتغل على الساقين او المنطقه السفليه كمان نشتغل على عضلات ايدينا الاماميه بهالطريقه هي البايسبس. هنا بايسبس طبعا ده بالنسبه للسيدات تمرين سهل جدا سهل بس هو الاصعب لهم اللي هو تمرين الترايسبس اللي كثير بس هون عم بياخذوا نتيجه اسرع صح أقوى. ما ننساش ان احنا طول ما احنا بنعمل بالانس او توازن على الجهاز فاحنا بنخلي التمرين بتاعنا بيكون اقوى اربع مرات عن التمرين العادي وفي نفس الوقت ما بنحسش ان هو تمرين مضر او ان هو تمرين صعب او مزعج او صعب على عكس ما احنا بنحمل ويتس في الجيم. بالضبط. والتمرين اللي كمان انا كثير بحبه اللي هو بيشتغلنا على عضلات اكتافنا الشولدرز اللي هي بهالطريقه هي نحن عم نقوي عضلات الظهر فبالتالي نحن عن جد رانيا انت هلا واقفين عليه عم تحسي كل شيء عندك صح. عم يتحرك كل شيء عم يشتغل عضلات البطن الظهر الارداف بالزبط. الايدين انا عندي مشكله دايما من الشغل بمجرد ما انا ابقى قاعده على طول على قاعده الكمبيوتر
الكمبيوتر فبحس انه القعده بتاعتي بتبقى كده فيها انحناء. بالظبط، فالانحناء ده بيكون مضر بالنسبه لي، لكن مع الريزيستنت باندز ده بيخلي انه هنا زي ما بيكون الشد يكون موجود. مع الريزيستنت باندز على طول بتخلي ان الظهر يكون مشدود، منطقه البطن عندي بتكون مشدوده جدا، وده اللي انا بحسه دايما. تعالوا نشوف التمارين الرياضيه اللي احنا عملناها بتركز على اي عضلات في الجسم. زي ما احنا بنشوف مع بعض الايدين المطاط علشان تمرن الجزء العلوي للجسم، وده اللي بيخليه ممرن متكامل للجسم، مع كمان طبعا تمرين السكوات اللي احنا بنتكلم عليه. وايضا بنشوف انه تمارين كتير متعدده نقدر ان احنا نعملها، وهنا بنركز على العضلات طبعا منطقه الاكتاف، منطقه الشولدرز، وهنا كمان منطقة البايسبس، عضلات الأمامية للدراعين والعضلات الخلفية للدراعين، وبنحصل على نتائج كتير مميزة. مش بس أنا وديانا بنحب فليكس شيك اند فيت، ولا حتى أنا والعيلة بتاعتي، لكن كمان عندنا اتنين اكزامبلز استعملوا جهاز فليكس شيك اند فيت وحبوه جدا. أول حاجة إيفون، إزيك؟ أنا مبسوطة وفخورة بكل النتائج اللي أنا شفتها على فكرة للصور. أنا كتير بحب هذا الجهاز، يعني صار شيء أساسي بنهاري تقريبا. اللي بستعمله شي سنتين. أوكي. انا عرفته من سنتين يعني، وحبيت جربه. تمام. ولهلا صراحه ما فيني اتركه. اكيد انا حدا كان عندي وزن كثير عالي. قد ايه وزنك كان وخسيتي؟ وزني 110. انا هلا 64 كيلو. واو. كنت استعمل الجهاز طبعا مع دايت مع اخصائيه تغذيه، وغناني عن انه انا اروح على الجيم والعب رياضه واخذ وقت كثير، انه ساعه وانا بشتغل ودراسه، فانه 10 دقائق ربع ساعه بالنهار ما فيك تقطعي نهار، بتحسي لا انه لا لا لازم تصير يعني خلص تعودت، صار مثل شيء عندي روتين يومي انه انا كل يوم لازم استعمله. حلو، كثير بحبه. أيوة يعني فعلا احنا كلنا بنحبه ودائما اي ريكومند صراحه يعني. بشكرك ايفون بجد، الصور بتاعتها بيفور وافتر خياليه رائعه فعلا. يعني احنا ممكن نقول ان ده تمرين كذا سنه، لكن هنا في خلال شهور قليله شفنا النتائج بتاعه ايفون على جهاز، لانه هي مع الدايت ومع الاكسترا ويت، فهل هالتفتيت وهالاهتزاز اللي عم بيصير خلص هلا سرع لنا تكسير العضل عندي، يعني ضل قوي اصغر العضل، الدوره الدمويه كانت عم تشتغل عندك كل شيء بجنن يعني. حلو. وده الاحلى ان احنا كمان ما نخسش ونحس ان في ترهلات في الترهل يعني، لا كمان احنا نخس هلا نشد العضلات ونشوف نتائج حلوه. شكرا ايفون. بنروح لفيكتور. فيكتور از ذا هيرو اوف فليكس شيك اند فيت، كل مره لازم يطلع معانا. سو فيكتور، ناو وي وود لايك تو نو يور اوبينيون اباوت فليكس شيك اند فيت سينس يو ار ريبريزنتينج ذس وذ اس فور سيفرال ييرز. اوكي، سو وات اي كان بريذ، وات دو يو لايك اباوت ذا ديفايس؟ اي ريلي لاف ات. واي؟ بيكوز اي كان يوز ات اني تايم. اوكي، اند اتس ا فول بودي ورك اوت، makes me sweat. Okay. It's a good relaxation for my muscle. And the most important, it's fun. It's looks fun. Like I have a belly dance all the time. So that's what I like. هنا كمان فيكتور بيقول ان هو مبسوط جدا بالجهاز، بيحبه لان هو بيعتبر انه جهاز بيساعد على انه يحرق الدهون، بيحسن الدوره الدمويه بتاعته، بيخليه يعرق، وده اللي هو بيشوفه انه بينحف الجسم، لكن في نفس الوقت هو بيشد العضلات وكمان ريلاكسنج للماسلز، فهو بيرخي العضلات بتاعته. بالزبط. ففعلا قد ايه جهاز رائع. وكمان ديانا انا وانتي دلوقتي بنشوف بيفور وافتر لكتير لناس تماما. شو عن جد بنرجع بنقول وجود يس الناس، بنشوف طبعا انه كتير من الاشخاص اللي هم اكيد استخدموا جهاز فليكس شيك اند فيت وهم اكيد بيحصلوا على نتائج كتير مذهله، وكل ده من 3 لـ4 اسابيع، لانه تمرين على جهاز فليكس شيك اند فيت بيعادل ساعه كامله على الجهاز الاساسي. وهنا الحلو ان احنا بنتكلم على جهاز بيساعد على ان هو يدينا الريلاكسيشن من خلال الاكيوبريشر بوينتس اللي موجوده هنا عندي على الجهاز بتاعي، ان في عندنا البوينتس اللي احنا بنشوفها زي ما شايفين مع بعض. انا هروح حتى على ديانا اشرح عندها. هنا بنشوف انه البريشر بوينتس اللي موجوده دي، حتى واحنا دلوقتي لو بتلاحظوا ان احنا بنتمرن بالشراب علشان خاطر نحس او نحسس الجسم، طبعا هو كل ده مناطق بتضغط على الاعضاء بتاعتنا في الجسم، هي اللي بتشتغل على كل شيء، القلب، النظر، كل شيء اللي بتحسن الدوره الدمويه عندنا. بالظبط. فاحنا لو بنقف عليها حافيين او حتى لابسين شراب او حاجه، بيكون سهل علينا ان احنا نحصل على التمرين اللي بيناسب ان هو يعمل ريلاكسيشن، ان هو يشتغل على المواقع
المواقع اللي هي خاصه بالاعضاء في الجسم فبيحسن الدوره الدمويه فيها. فلو احنا بنعاني مثلا من الصداع او التنفس الضيق او حتى الامراض اللي هي بتكون عندنا واقفه على نهار طويل بشغلك اي شيء عن جد ريلاكسيشن كثير حلو كثير بسيط امن ما فيه اي صح. ضغط لانه بتعرفي احيانا في مساجات بتكون مقلمة اكثر ما تكون هي مريحه مزبوط فبهالطريقه. وهنا كمان بنشوف اوضاع كثير مختلفه يعني مثلا عند ديانا احنا شايفين ان هي قاعده ليه انت قاعده على الكرسي؟ قاعده على الكرسي اول شيء كرمال انه عم بشتغل الصراحه على اكثر شيء على ريلاكسيشن لسفل الرجل او بلس عضلات الرجلين وحتى لو الناس بتخاف مثلا ممكن لاول مره لو هم ما عندهمش تقنيه الفايبريشن توازن ايه وما عندهم مشكله عندهم مشكله التوازن ففيهم بهالطريقه القاعدين عم يقدروا كمان ياخذوا على نتيجه التمرين اللي هو على اللي عم نقدر نشوف هون انا كيف عندي الاهتزاز عم بيصير صح بيصير ريلاكسيشن على الطريقه اللي انت عملتيها قاعده على المشي فينا نعمل كمان مساج لعضلات الظهر لعضلات الظهر زي عند فيكتور هنا وهون مثل ما عم نشوف كمان عند إيفون هنا إيفون عضلات بطاطة الرجل ساقين لأنه في كتير رانيا ناس بتشتغل شغلها كلهم واقفين على رجليهم تسع ساعات بيحتاجوا لنوع من رياضة خفيفة آمنة ما عم بتعبهم أكتر عم بتريح لهم ظهرهم بطاطة رجليهم أي صحيح. منطقة في الجسم كلها بيشتغل مميز جدا جدا. وتعالوا نشوف ان احنا قد ايه عندنا جهاز اكتر من رائع فيه كتير من المواصفات كلها مع بعضها وهو جهاز فايبريشن احنا بنتكلم عليه فليكس تشيكن فيت. وطبعا بنشوف الاكيوبريشر بوينتس اللي موجوده بتخش على كتير من المناطق اللي احنا بنتكلم عليها الخاصه باعضاء الجسم عشان تفك التشنجات وكمان بتدلك العضلات وبتدينا النتائج الملحوظه. وعايزه اقول لكم هم خلاص ناموا مني في الاستوديو قد ايه مبسوطين بالريلاكسيشن فعلا عرض اكتر من رائع انتوا كتير مريح صح يعني انتوا كمان هيكون عندكم نفس الراحه والاجواء اللي احنا شايفينها في الاستوديو دلوقتي مع جهاز بيخلينا ان احنا نحرق ونفتت الدهون بمنتهى السهوله نشد العضلات وب10 دقائق فقط وكمان جهاز مساجر ان انتوا تقدروا تستمتعوا وتسترخوا عليه 499 ريال سعودي اقل سعر في السوق واستغلوا الفرصه دلوقتي حالا العرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده مش هيكون عندكم الفرصه دي تاني ما تروحوش في اي حته راجع لكم مره ثانيه انا وديانا وجهاز فليكس تشيك اند فيت. بتعاني من السمنه المفرطه؟ زهقتي من الترهلات؟ خايفه من زياده وزنك في الحمل؟ مش قادرين تسيطروا على عاداتكم الغذائيه الخاطئه؟ الجلوس في المكتب لفترات طويله بيزود عندكم كسل وبيسيب لكم الام المفاصل؟ مليتوا من التمارين الجيم المرهقه؟ واسعار الاشتراكات السنويه مكلفه؟ ضيق الوقت والتجهيز للمناسبات والسيلولايت والدهون المتراكمة كل ده بيهدد ثقتك في نفسك. انقاص وزنك ما بقاش حلم بعد اليوم وهتحصلي على جسم رياضي ورشيق مع جهاز تقنية الاهتزاز فليكس شيك اند فيت واللي بيعمل بتقنية الاهتزاز لتفتيت الدهون وتنحيف الجسم فقط في 10 دقائق يوميا. ممرن متكامل للجسم. تقنية الاهتزاز بتحرق الدهون في أماكن الجسم المختلفة زي الأفخاد الساقين المؤخرة الخصر الذراعين. 10 دقائق على جهاز فليكس تشيك اند فيت بتعادل ساعة كاملة على المشاية. كمان تقدروا تتمرنوا براحة تامة في وضعية الجلوس. نتائج مذهلة الجسم ممشوق بدون ترهلات من 3 لأربع أسابيع فقط وبدون سيلولايت. يحتوي على 3 مستويات للتمرين المشي، المشي السريع والجري. استمتعوا بروح الشباب واستعيدي وزنك بعد الولادة في 10 دقائق فقط يومياً مع جهاز فليكس تشيك اند فيت. عرض ما يتفوتش، احصلوا على جسم رياضي ورشيق مع جهاز فليكس تشيك اند فيت قبل نفاذ الكمية فقط بسعر 499 ريال سعودي.
ورجعنا لكم مره ثانيه والعرض الاكثر من رائع على الجهاز الافضل مبيعا على سيتروس عالم التسوق، وهو جهاز فليكس ايت شيك اند فيت، جهاز تقنيه الاهتزاز اللي بيساعد على ان احنا نخسر وزن كتير، نحرق الدهون ونفتتها بمنتهى السهوله جدا، وفي نفس الوقت كمان بنتخلص من السيلولايت، يقدروا ان هم يتمرنوا عليه بمنتهى السهوله وبمنتهى الراحه والخصوصيه في المنزل، وتحصلوا على نتائج اكثر من رائعه. يلا عند ديانا بنشوف انه الجهاز مميز بانه في ثلاث مستويات مختلفين عايزين نتكلم عليها بالاضافه لتقنيه الاهتزاز. تقنيه الاهتزاز وقفنا عم نمشي، انا بقدر اوقف عليه 10 دقائق بس. ده المستوى الاول. المستوى الاول امشي بدك تمشي ساعه لتاخذي تقريبا نفس النتيجه، بس انا برجع بقول اكيد اقوى، لانه انا بكل وقفه عم وقفها الاهتزاز العضلات عندي عم تكون صح اقوى، عم بحرق، عم فتت الدهون، عم شد عضلاتي. هذا المستوى الثاني اللي هي الهروله، انت بدك تهرولي، بدهم يوجعوك شوي مفاصلك. اكيد ما بحبش اصلا اعمل حاجه فيها مجهود كثير. طب ما بالك اذا عم نحكي على الجري. الجري انا 10 دقائق بعملها بس باليوم، عم بحرق وفتفت الدهون اللي بجسمي، عم بحرك الدوره الدمويه، عم شد عضلاتي. اكيد انتي عرقتي وتعبتي وانا مرتاحه والنفس كمان. في كتير سيدات ما بتقدرش ان هي تجري، ولا حتى رجاله بيكون عندهم الفتنس ان هم يقدروا يجروا، لكن هنا بتقدروا تعملوا كل ده على جهاز وانتوا واقفين ثلاث مستويات، وهو المشي وحتى كمان المشي السريع، بالاضافه كمان للجري على جهاز واحد. وايضا بيكون عندكم كتير من الامتيازات الحلوه ان انتم تنحفوا وتخسروا وزنه، ان هو ممرن متكامل للجسم، مش بس الجزء السفلي لا كمان للجزء العلوي. العلوي عم نقدر قولنا ازاي نتمرن بطريقه كتير بسيطه وسهله بالعضلات الايدين الاماميه، عم نقدر نشتغل عضلات ايدينا الخلفيه. اوكي. وعم نقدر نشتغل على عضلات الاكتاف، حتى الظهر طبعا بنفس الوقت، لاي اشخاص بتعاني من اوجاع بالرقبه بالظهر، بتعلمنا انه نحن نتوازن، ان نقوي عضلات جسمنا كلها، فبالتالي نحصل على نتيجه كثير مهمه ونتخلص من اي اوجاع عن جد موجوده عندنا بجسمنا. صحيح، زي ما احنا بنشوف طبعا الريزيستنس باندز قد ايه سهله وعمليه جدا بالنسبه لنا، يعني الدراعات اللي هي البايسبس اللي هي الدراعات الاماميه بمنتهى السهوله نقدر نحن نمرنها ونشدها، وعضلات الخلفيه على الترايسبس على طول نقدر ان احنا نمرن المنطقه وعضلات دي، وعضلات الاكتاف، وكمان عضلات الاكتاف بنصحح البوستشر بتاعنا، وكمان فينا بنصفي باي طريقه لعضلات الايدين الاماميه مثل ما قلتي الشيس. فانت عندك بالضبط، عندك كثير تمارين للعضلات الرجلين ولا عضلاتنا العلويه للايدين، وحتى عضلات بطننا وظهرنا عم نقدر نشدهم. وده كمان من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، انه البوستشر بتاعنا بدل ما بيكون عامل كده من القعده، او ان احنا بنحس ان في عندنا بطن بمجرد ما احنا بنستخدم ريزيستنس باندز، بنبتدي نحس ان الصدر بيتفرد، لما بيتفرد بيفرد معاه منطقه بالضبط. الكتف، فبالتالي منطقه البطن اوريدي بتكون مفروده. هنا لو احنا بنتكلم طبعا على امتيازات ثانيه احنا بنحكي عليها، كل المناطق اللي احنا بنخلي طبعا الجهاز يعملها، فاحنا بنشوف الريزيستنس باندز هي من تمارين الجزء العلوي للجسم، وايضا كمان بنبتدي ان احنا نشوف انه مع تقنيه الاهتزاز فاحنا بنفتت الدهون، بنشد السيلولايت، وفي نفس الوقت كمان بنبتدي ان احنا نعمل تركيز بيكون اكتر من رائع على منطقه العضلات، لانه التركيز او التوازن على جهاز الفايبريشن بليت تقنيه الاهتزاز فليكس تشيك اند فيت بيعادل تمرين اقوى واحسن اربع مرات عن التمارين او الماشينز العاديه. هنا بنشوف انه من ضمن التمارين المختلفه بنتمرن على البطن، عضلات البطن طبعا بنطلع بنشوف ايفون عم تتمرن، عم تقدر تقوي تشتغل عضلات بطنها السفليه والعلويه بطريقه كثير سهله وبسيطه، 10 دقائق اذا قدرت تعمل 10 دقائق فهي كانه عن جد مثل ما قلتي عملتهم اربع مرات ضرب اربع مرات، يعني عم تحكي كانه تمرنت 40 دقيقه وبيكون نفس الشيء، عم يشتغل بطريقه كثير سهله وامنه، ما عم نوجع ظهرنا سفل ظهرنا ابدا، الاهتزاز عم بيساعد للدهون اللي متراكمه عند البطن او الخواصر، وحتى بتتمرني وانت مبسوطه. وانا هنا عندي ايفا عايزه اسالها على الجهاز، وايه رايك في التمارين ايفا على جهاز فايبريشن بليت حتى تمرين البطن؟ عادي ممكن تقعدي تتكلمي. اوكي. الجهاز اكثر من رائع صراحه، انا لفتره منيحه عم بستعمله، تنفس حلو ها. كثير رائع الجهاز، انا لفتره منيحه عم بستعمله، نزلت وزن بطريقه فظيعه، كثير ساعدني الجهاز، يعني صار حتى من اساسيات يومي، بدل ما اروح العب رياضه واخذ وقت لروح وارجع وقت كثير رح ضيع وقت ومصاري و100 شغله، يعني 10 دقائق
دقائق ربع ساعة ممكن أنا إذا حابة أزيد بزيد. طبعاً بعضل كتير كتير قوالي العضل كتير بحرك دورة دموية يعني it's perfect plus شهادة تتلي دهون بالضبط شهادة إحنا بنعتز بيها وبنشوفها دلوقتي على الشاشة before وafter لإيفا قد إيه خسرت وزن كتير وشفنا كتير من طبعاً ال يعني أشخاص تانيين استعملوا جهاز الفايبريشن بليت اللي إحنا بنتكلم عليه من فليكس تشيك إن فيت وقد إيه حصلوا على نتائج مذهلة وده اللي إحنا هنحصل عليه اليوم مع طبعا جهاز فليكس تشيك ان فيت من 3 لاربع اسابيع هتحصلوا على نتائج كتير اكتر من رائعه. الحلو ان احنا جهاز بنتكلم عليه انه مش بس جهاز بيشد العضلات مش بس بيحرق الدهون كمان بيكون ريلاكسيشن بالنسبه لنا بالزبط. وده بفضل زي ما احنا بنشوف هنا عندنا الاكيو بريشر بوينتس اللي موجودين عندي هنا ديانا هنا عندنا دي المناطق اللي احنا بتركز على المناطق المهمه اللي موجوده في الجسم بالضبط اللي بتكون مثل القلب بالضبط القلب البصر المعده كل شيء كل شيء كل نقطه لها شيء معين بجسمنا فبالتالي هي الدوره الدمويه عم تتحرك عم بتخلي كل شيء عنا بجسمنا صحيح وانا لما بقف كده حافيه او حتى لابسه الشراب هو صراحه الحافي اجمل بكثير من اللابس شوز بس انه الواحد شو بيرتاح لو انتوا عايزين تلبسوا شوز عادي براحتكم او لو عايزين تحسوا بالتمرين كله وان انتوا تعملوا ريلاكسيشن لنفس المناطق في الجسم بمنتهى السهوله بتقدروا ان انتوا تحطوها مكان الاقدام وتحصلوا على تقنيه الريلاكسنج او المساجنج والتدليك وقت عمليه التمرين زي ما انتوا بتشوفوا دلوقتي مع بعض ان احنا بنركز على مناطق مختلفه النتوءات الموجوده دي بتعمل بالظبط زي العجله اللي هي بتاعه المساجنج او الكوره بتاعه المساجنج اللي بتضغط على المناطق خاصه لو احنا واقفين لفتره طويله بالظبط بتريحنا تماما وده اللي بيخلي الدوره الدمويه كلها تتحرك بشكل رائع تفك التشنجات وبتدلك العضلات وبنشوف ان احنا اكيد بنحصل وامن على نتائج حلوه امن اكثر بالمساج لانه عن جد في ناس ما بيعرفوا يعملوا مساج مزبوط صح ممكن يدروكي اكثر ما انه هن يفيدوكي هم مساجينج مساج وهنا بالنسبه لنا حتى برضه يعني اماكن مختلفه نقدر ان احنا نعمل عليها المساجينج بالنسبه لنا ريلاكسيشن بالظبط نقدر ان احنا نعمل ريلاكسيشن للجسم لمنطقه مناطق مختلفه سواء بطنه الرجلين حتى كمان الافخاذ او منطقه فينا نعملها بهالطريقه هي فيكي عن طريق القعده فيني وانا قاعده على الكرسي تحطي رجليك تكوني بتحسي براحه للرجلين لبطات الرجلين او اللور باك مثلا منطقه بالضبط انت بالطريقه اللي عم تعمليها ريلاكسيشن انا بعتبره لكل الجسم تقريبا فينا نعملها للظهر بشكل مكثف اكثر او لبطات الرجلين لوقفه طويله جود جوب جايز ويل دان ثانك يو وانتم كمان برضه تقدروا تحصلوا على النتائج الاكثر من رائعه اللي احنا بنشوفها مع بعض على جهاز فليكس تشيك ان فيت بفكركم مره ثانيه انه السعر اللي احنا مش قادره اقوم عايزه اقعد انه السعر اللي انتم بتحصلوا عليه اكيد سعر اكتر من رائع 499 ريال سعودي جهاز فليكس تشيك ان فيت وكمان يعني اوفر بكتير من اي اشتراك ممبرشيب في الجيم شكرا ديانا شكرا ايفا فيكتور ثانك يو سو ماتش وانا كمان بشكركم على متابعتكم لينا وخدوا دلوقتي الجهاز حالا اتصلوا واحصلوا على جهاز فليكس تشيك ان فيت واحصلوا على احلى رياضه ورشاقه لاجسامكم على سيتوس عالم التسوق انقاص وزنك ما بقاش حلم بعد اليوم وهتحصلي على جسم رياضي ورشيق مع جهاز تقنيه الاهتزاز فليكس تشيك ان فيت واللي بيعمل بتقنيه الاهتزاز لتفتيت الدهون وتنحيف الجسم فقط في 10 دقائق يوميا ممرن متكامل للجسم تقنيه الاهتزاز بتحرق الدهون في اماكن الجسم المختلفه زي الافخاد الساقين المؤخرة الخصر الذراعين 10 دقائق على جهاز فليكس تشيك ان فيت بتعادل ساعة كاملة على المشاية كمان تقدروا تتمرنوا براحة تامة في وضعية الجلوس نتائج مذهلة الجسم ممشوق بدون ترهلات من 3 ل 4 أسابيع فقط وبدون سيلولايت يحتوي على 3 مستويات للتمرين المشي، المشي السريع والجري استمتعوا بروح الشباب واستعيدي وزنك بعد الولادة في 10 دقائق فقط يومياً مع جهاز فليكس تشيك ان فيت عرض ما يتفوتش احصل على جسم رياضي ورشيق مع جهاز فليكس تشيك ان فيت قبل نفاذ الكمية فقط بسعر 499 ريال سعودي